عليكم. اليوم طبعا عندي موضوع المتباينة المركبة. عندي مثال حل المتباينة المركبة x زائد 3 اكبر من 2 او x زائد 3 اصغر او يساوي سالب 2 والرابط او. تمام، فاحنا نجي نحلهن حسب مطلوب بالسؤال. قلاب هسه راح احل هذه واحل هذه، وهاي الرابط معناته اتحاد، هاي الاو معناته اتحاد. تمام، فنجي نحل هاي. شلون راح نحلها؟ نضيف سالب 2 نعم، هاي زائد 3 راح نضيف له سالب 3 للطرفين، نضيف سالب 3. تمام، حتى الثلاثة ويا الثلاثة تروح راح تبقى x هنا اكبر او يساوي اصغر او يساوي